يا قوم اتبعوا المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسمع إلى كلام هذا الأشعري ماذا يقول. حينما كنا نقول الوهابية يشتمون الأولياء والصالحين، الإمام الأعظم أبو حنيفة إمام فقهاء المسلمين يقول عنه أبو جيفة والعياذ بالله. هو ينسب لمن يسميهم وهابية أنهم يقولون عن أبي حنيفة أبو جيفة، ولكنه لم يأتي لا بشيء من كتبهم ولا بشيء من صوتياتهم أو فيديوهاتهم ليبرهن فيه على كلامه، فنريد منه أن يبرهن كلامه بكلام شخص معروف من هؤلاء الذين يسميهم وهابية يقول هذا الكلام. بغض النظر عن الموقف العلمي من مسائل العقدية أو الفقهية أو أصول الفقه عنده، لكن هل يستطيع هو أن يبرهن صدق كلامه؟ أول من قال هذه الكلمة فطس في مكانه، وهو شخصية معروفة في مصر مشهورة، حتى خرجت رائحته والجيران فتحوا الباب من أجل رائحته. كان يقول عن أبي حنيفة يقول أبو جيفة، هذه كانت النتيجة. يزعم أن شخصا في مصر قال هذا الكلام وفطس، هكذا قال، فطس في بيته وطلعت رائحته وكذا. فنقول له: من هو هذا الشخص؟ أين وجدت هذه القصة؟ ما دليلك على صحة الكلام الذي تقوله؟ بين لنا وأخبرنا. أين الإسناد؟ بلغه. أنا عن نفسي أعرف شخصا فعلا قال هذا الكلام عن أبي حنيفة، لكن لا أدري هل هو فعلا مات بمصر وطلعت ريحته، ولا ما مات بمصر ولا طلعت ريحته. أريد من هذا الأشعري أن يبين لنا ذلك ويعطينا الجواب على ذلك. هذا الشخص الذي قال عن أبي حنيفة أبو جيفة هو أحمد بن الصديق الغماري في كتابه الجواب المفيد في الصفحة 45 من هذا الكتاب، قال: ومن ناحية التشيع وحب آل البيت فإن الحاكم وأبا نعيم كلاهما كان عنده تشيع خفيف. قال: وزاد أبا نعيم اللي هو أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء حقدا عليه من الحنفية، يعني الحنفية كانوا يحقدون على أبي نعيم الأصبهاني. لماذا؟ قال: وزاد أبو نعيم حقدا عليه من الحنفية كونه لم يذكر معبودهم أبا جيفة. هكذا قال، هكذا قال الغماري، ليس أنا، لا تقطعها، لا تقطعها وتكون خائنا. الصوفي أحمد بن الصديق الغماري هو الذي قال هذا الكلام، أنا أقرأ لأرد على طبرز، بس لا تقطعها يا أيها الذي اعتدت على قطع الفيديوهات. فإذا يقول: وزاد أبا نعيم حقدا عليه من الحنفية كونه لم يذكر معبودهم أبا جيفة في الحلية، حلية الأولياء، وهم يعتقدون تقريبا أنه أفضل من الأنبياء والمرسلين فضلا عن الأولياء، وأبو نعيم لم يجعله من الأولياء. طيب، ما رأي هذا الأشعري بأحمد بن الصديق الغماري؟ نسمع ماذا يقول عن الغماري. شيخ أحمد بن الصديق الغماري أعاد إملاء أعداء أعاد سنة الإملاء وقد هجرت منذ قرون. ما هو الإملاء؟ أن يملي الصحاح من حفظه، يجلس ويتصدى لهذا بإسناده منه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الصحاح، يروي السنن والمسانيد من حفظه. طيب، ما أنت تثني عليه هذا الثناء وهو يقول عن أبي حنيفة أبو جيفة. بيّن لنا بالأدلة كيف أنه فطس فطيسة وطلعت رائحته أو ما شابه ذلك. بيّن لنا، نريد تفصيلا حول هذا الموضوع منك أيها الأشعري، ونريد من الأشعرية الذين يمثلون جزءا كبيرا من متابعي قناتي أن يسألوه هذا السؤال، يقول له: أين وجد الوهابية يقولون عن أبي حنيفة أبو جيفة؟ ثانيا، أحمد بن الصديق الغماري هل هو الذي قصده بأنه قال عن أبي حنيفة أبو جيفة ومات فطيسا وخرجت رائحته؟ هل أحمد بن الصديق الغماري وهابي أو يمثل الوهابية؟ وهل يجرؤ على سب أحمد بن الصديق الغماري كما سب الوهابية بزعمه؟ والحديث أرويه عن جماعة من الأئمة الأعلام من شيوخنا، منهم سيدي الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية حفظه الله. سيد أحمد بن الصديق رحمه الله تعالى، ولقد أجازنا شيخنا بالرواية من طريقها. نريد أجوبة واضحة وصريحة على هذه المسائل، ولا نريد منه أن يلف ويدور في جوابه. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.